أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد مع الموسوعة الهندسية، واليوم عنا بودكاست مميز 3D. اليوم ثلاثي البارك مع الجوجل ميت مع الأستاذ طارق. الأستاذ طارق تعرفت عليه وقت كنت أنا متطوع بالصليب الأحمر، زوجته معي بالمدرسة كنا والتقينا بالصليب الأحمر وقالت لي إذا في مجال انه اتعرف على زوجها وانه هو بيشتغل بمنظمة كاريتاس كانت وقتها. طبعا. ومن هون ابتدى المشوار بقى، تعرفنا على بعض وفعلا كان الداعم والسند والقوي، وخضعت لعدة دورات بكاريتاس وقتها واستمرت العلاقة. فهلا هاي التجربة منفصل فيها بالحديث اثناء البودكاست، بس هلك هيك تعريف بسيط عن كيف بدت العلاقة من خلال الأعمال الطوعية. بدت العلاقة مع الأستاذ طارق، فأستاذ طارق بالبداية إذا بتحب تعرف عن حضرتك للمشاهدين. أهلا وسهلا فيك أول شيء وبالموسوعة الهندسية. اسمي طارق بركة، وأنا مجال عملي بشكل عام هو مجال المنظمات والأعمال التطوعية بشكل عام. بدايتنا كنت مدير منظمة كاريتاس، قبلها كنت بشتغل بالبلدية ترونهايم مع اللاجئين، كمان مجال الاندماج. قبل هيك كنت أشتغل مع الأمم المتحدة مع المفوضية سان شون اللاجئين كمدير مركز كمان. وهلا حاليا أنا أطلقنا منظمة اسمها هوب سبوت، وهي منظمتنا اللي كمان تشتغل بمجال الاندماج ومساعدة اللاجئين القادمين للنرويج بشكل عام. حلو. طيب هلا إذا بدك تعرفنا أكثر عن هوب سبوت، كيف كانت؟ كيف تشكلت؟ كيف من وين إجت الفكرة؟ وعلى مين اعتمدت بالبداية لحتى وصلت للمرحلة اللي نحن موجودين فيها؟ هلا هوب سبوت هي وليدة سنة 2014 فعليا، لما أنا أجيت على النرويج وبحكم خبرتي السابقة بمجال المنظمات مع المفوضية والأمم المتحدة، فلقيت إنه يعني اللاجئين والمهاجرين بحاجة لمنظمة تدعمهم، تفهمهم قوانين البلد، تعرفهم على كيف البلد ماشي يعني. فاتفقنا أنا ومجموعة أشخاص كمان شباب كانوا يشاركونا نفس الرؤية هاي، وأطلقنا هوب سبوت، أسسنا هوب سبوت وبلشنا العمل فيها. كان عندنا عدة مشاريع بالنرويج وبرا النرويج بسوريا. كان عندنا مدرسة الأمل بسوريا، وكان يرتادها تقريباً 450 طفل من صف الأول لصف السادس. وين كانت هي المدرسة موجودة؟ بمدينة درعا، بدرعا البلد. بالإضافة بدمشق عملنا كم نشاط عيد الأضحى، نشاطات تبرعات للناس هناك. هون بالنرويج كنا نشتغل أكثر على المجال الثقافي، إيفنتات تعريف عن سوريا، شو هي سوريا، الحضارة العربية بشكل عام والحضارة السورية بشكل خاص، والأوضاع كيف صارت بسوريا. يعني كان أغلب الشغل تبعنا كان ثقافي. وقفنا لفترة بسبب أنه كل واحد فينا بالمجلس الإدارة اللي كان بمجلس الإدارة حصل على شغل، اللي تجوز، اللي كان احلى شيء اللي تجوز اللي انحبس هاي. فما كنا كثير فعالين، بس ضلينا مثلا نعمل نشاطات ثقافيه خفيفه هاي لحد السنه الماضيه. بلشنا من اول جديد، قررنا انه لا نعيد هيكلية المنظمة مع مجلس إدارة جديد ومشاريع جديدة.
وعملنا نشاطات كبيرة مثل عيد جوي اند مور فيستيفال اللي كنت متطوع فيه انت، وحفلات تبع رأس السنة، التعاون مع البلدية بكورسات مع اللاجئين بشكل عام. فبلشنا بشكل بهالشكل هذا، وإن شاء الله السنة الجاية في عنا باكيج كامل مشاريع، يعني فوق 12 مشروع إن شاء الله حنقدم عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. أنا حتى في من الشباب بيسألوني عن الدورات والأنشطة، مخبرين خلص خليكم تواصلوا مع المنظمين. راح يصير بس طولوا بالكم، راح يصير على الطريق، عم نجهز هلا حاليا إن شاء الله. طيب أثناء تأسيسك شو الصعوبات اللي مرقت فيها؟ وكنت تشتغل بشكل إفرادي ولا بشكل جماعي؟ وكيف شفت الروح الجماعية بتأسيس الهوب سبوت؟ أفضل أما أنك كل الحمل كان واقع على عاتقك؟ هلا بالبداية يعني بما أنه الفكرة كانت فكرتي والتأسيس يعني هو مجال عملي يعني، فكان البحث عن مجلس إدارة أو عن شباب يشاركوك نفس الفكر نفس الرؤية خلينا نقول كان شوي صعب بالبداية، لبين ما لقيت المجموعة المناسبة اللي كانت حابة تشتغل بهذا المجال بشكل عام وأسسناها. بس هو فعليا كانت هي المؤسسة المنظمة، يعني أنا شغال كنت بالتأسيس بالتسجيل والمنظمة هي مو بس مسجلة هون بالنيابة، مسجلة بالاتحاد الأوروبي بشكل عام كمنظمة تطوعية ومرخصة بكل أوروبا فعليا. فبعد تأسيس مجلس الإدارة كان الصعوبة اللي واجهتنا إنه نلاقي متطوعين انه يشتغل معنا بالمشاريع اللي نحن كنا عم نسويها. يعني موضوع المتطوعين هو موضوع شائك وصعب شوي، انه الواحد ناس كثير ناس حابه تشتغل، بس المشكله انه اوكي بتيجي تشتغل معك فتره زمنيه محدده، مثل ما صار معنا نحن لقينا شغل مثلا انشغلنا فانسحبنا، فنفس الشيء بالنسبه للمتطوعين. مشكله الاستمراريه تمام، فهذا الشيء بيتطلب روح شباب جديده بشكل مستمر، مو بشكل نفس الشخص بيكون تماما بالانشطه والاعمال تماما. فهو شغله منيحه وما منيحه بنفس الوقت، لأن إذا كنت أنت بجوز الشغلة المنيحة إنه نحن بنحب الاستقرارية بالعمل، إنه خلاص نعرف الأربعة خمسة نحن فريق وعم نشتغل متعود على بعض، بس ضمن الأنشطة التطوعية بصير هاي المشكلة إنه عالم جديد على طول، عالم جديد على طول. خصيصاً إذا الناس بدها تشتغل بنفس المشروع، يعني تكون بلشت بمشروع مثلاً مشروع مدته سنة لنفرض، أيامات معينة مثلاً ساعات معينة، فأنت بتكون مقسم المهام على مثلاً 20 شخص، فجأة مثلاً شخص ينسحب، اثنين ينسحبوا، فضرب عندك شوي بالروتين تبعك، فبدك تحاول تأمن اثنين تانيات يسدوا الفراغ اللي كان الأشخاص القديمين. وفي معنا أشخاص لهلأ يعني من 2014 لهلأ شغالين يعني معنا، بس قلهم ألو عندنا هذا المشروع الفلاني، بقول لك أبشر. معناها هلا انا بالمشروع اللي صار هلا كان في فيستيفال تنبا فيستيفال وانا كنت متطوع فيه هلا، فاضطريت مشان الطريق بدي شي ساعه على الطريق لوصل لهم، طلعت قبل بساعه من موعدي، فمين الحل محلي هنيك بقى؟ ساعتها فراغ صار في فراغ تماما. هي هون نحن بشكل عام بالنرويج، النرويج طبيعتها مختلفه تماما عن اي بلد تاني، خصوصاً بمجال المنظمات والأعمال التطوعية. مثل ما بتعرف نحن ما بناخد دعم من البلدية، وإذا بناخد دعم من البلدية أو من الدولة بكون دعم جداً محدود، فالأساس تبعنا التطوع، المحرك نحن تبعنا هو التطوع، لأن نحن المصاريف اللي عم ناخدها أو التمويل اللي عم ناخده نحن من البلدية عم بروح كمصاريف للمشروع نفسه ك
كماتيريالز، كاستئجار صالة، ك للنشاطات نفسها. فنحن أساس العمل المنظماتي هون هو المتطوعين فعلياً. بدون متطوعين ما في شيء بيمشي فعلياً. مع الكواليتي تبع النشاط لازم يكون جذاب للمتطوعين. تماماً. وهون يعني في مشكلة إنه في منافسة بعمل منظمات، يعني وجود منظمات مثل كاريتاس والصليب الأحمر وغيره من المنظمات بيخلق تحدي لمنظمة جديدة. طبعاً. وهذا الشيء واجهناه، وخصيصاً إنه هالمنظمات الكبيرة عند الدولة بحكم إنها اشتغلت صار لها فترة كبيرة عم تشتغل هاي، فصار في إلها دخل ثابت. و يعني تارجت جروب واحد بالنسبة لها. فمشان هيك نحن بنحاول مثلا نسوي مشروع يكون مشروع ما حدا عم بيسوي، او انه قليل اللي عم بيسووه. هاي شغلة. الشغلة الثانية بنحاول كمان نعمل مثل سمر بايت او تشبيك مع المنظمات الثانية، بحيث انه كل ما صار مثلا منظمتين او ثلاثة مثلا اجتمعوا مع بعض على مشروع واحد كل ما كان اقوى النتيجه والفعل. وكمان هون انت ساعتها يعني بتعطي صوره للبلديه انه نحن عم نشتغل سوا، فممكن يزيد التمويل تبعك، يزيد التسهيلات بطريقه او باخرى. فهيك السيستم بالدرج. هلا نجي للسؤال اللي انا ناطره وحبه. شو رايك بالموسوعة الهندسيه؟ شو هاد الموسوعة الهندسية؟ وعندك تجارب فريلانسر؟ هو شقين يعني، بس خذ راحتك بالجواب عن الموسوعة الهندسية. كيف التقينا؟ كيف حكينا عن الموضوع؟ كيف إلى آخره؟ لا مثل ما بتعرف أنت يعني. نحن بدايتنا كانت بالموسوعة الهندسية. يعني أنت لما تقابلنا أول مرة وطرحت علي الفكرة تبع الموسوعة الهندسية، وكنت عامل دراسة جدوى ومنظم المشروع يعني على 24، فلقيت في انه هذا مشروع ناجح وخرج يتحقق. فمشان هيك بلشنا الشغل والعمل المشترك، وانه الدعم اللي سويناه واللي عم نسوي والعمل المشترك هو يعني مكمل ما وقف يعني. هاي فلا بالعكس، انه كفكرة الموسوعة الهندسية هي فكرة فريدة ما في منها موجود، يعني مش موجودة بالنابش. هاي شغلة. الشغلة الثانية، الهدف تبعها هدف كتير كبير وان شاء الله راح توصل له. دعمك اكيد ودعم الاستاذ كريم ان شاء الله. ان شاء الله بغياب. لازم نحن يعني واجبنا انه لما نشوف مثل هيك مبادرة، مثل هيك شيء بفيد الجالية العربية بشكل عام او المهاجرين بشكل عام، يعني هاي انه ندعمه ونحاول نلاقي طرق انه تسهل هذا الموضوع، لانه شيء ناجح وشيء يعني يعود بالنفع على المستفيدين انفسهم. فبتذكر اول نشاط سويناه هو كان الثلاثي ال 3D printing. فهذا انا بحد ذاتي انا كنت اول مره بشوفه يعني. وكان نشاط للاطفال، فكان نشاط كتير ممتع للاولاد، انه مثلا رسمه تكون رسمه، مجرد رسمه تطلع مجسم ثلاثي ابعاد، فهذا شيء كتير حلو. وطبعا هاي الفكرة النواة تبعتها. نحن مثلا انت صرت عم ما شاء الله صار عندك 3 طابعات وعم بتصمم وكاتدراليات ومواد، ف يعني هاي المنتجات اللي انت عم بتسويها فعليا هي منتجات مهمة وفي إلها سوق. بنفس الوقت الكورسات اللي انت عم تقدمها موجودة بالموقع عندك كمان، هاي كورسات لكل حدا مهتم
بمجال التصميم والإنتاج. تماما يعني كثير مهمة ومفيدة ومجانيين يعني بس افتحوا عليها تماما يعني انت مثل هيك كورسات عم تتباع بهذيك الحسبة. انا احد الناس كورس واحد مني انا رجعت عدته على برنامج الانفنتور اندفع حقه 10,000 كرون في طيب. كورسات يعني الموجودة هي مجانية عندي على القناة 15,000 كرون 10,000 كرون يعني مبالغ يعني $1,000 $1,500 هيك الدورات المحتوى الموجود عندنا يعني ما نو قليل يعني محتوى تماما يعني متعوبة ومتوفر لأي كان يعني أي حدا واحد جاء عباله أو عنده هواية أو كذا بس يفوت ببلاش يعني بتعلم وبصير أنتج. وإذا حاب يسأل ففي وسائل تواصل سواء فيسبوك سواء بيكتب تعليق ونحن بنجاوب على جميع التعليقات يعني. تمام. فهي تجربتنا مع الموسوعة الهندسية يعني. وإن شاء الله يعني العمل المشترك مستمر بإذن الله. وموضوع الفريلانس وموضوع ان الواحد يشتغل عن بعد، هل عندك تجربة سابقة فيه؟ هل تنصح طلاب الجامعات يشتغلوا كفريلانس وخصوصا اللي بيكونوا وضعين ما عندهم خدمات انترنت زيادة كهرباء مثل سوريا السودان غيرها من هاي الدول؟ هلا موضوع الفريلانس كمان له فوائده وسيئاته نفس الوقت. الفوائد تبعيته انه انت اذا انت عندك منتج او انت عندك فكره ومؤمن بهاي الفكره وعملت دراسه جدوى وشغال عليها فانت راح تلاقي نتيجه فيها، وبنفس الوقت انت راح تكون سيد نفسك، فانت بتحدد انت بدك تشتغل انت لا شو مجال العمل اللي انت بدك تشتغل فيه، لوين بدك توصل بالعمل اللي انت بدك تشتغل فيه. يعني ما راح تكون خلينا نقول محدود، يعني لا محدود من ناحية الأفكار لا محدود من ناحية الإبداع تبعك. مثل لما تكون مثلا عندك وظيفة ولا أنت في عندك هيك برنامج معين مثلا أنت بتشتغل فيه خلاص ثابت ما في شيء زيادة. أما السيئة تبعيته إذا كان المنتج تبعك أو هالمشروع تبعك ما إنه جيد كفاية، لأنه في كتير أنت البني آدم عنده كتير أفكار بس من كل 100 فكرة ممكن تطلع فكرة واحدة اللي تضرب أو الفكرة واحدة هي الناجحة. فأنت أهم إشي قبل ما تبلش أي مشروع أو أي خطوة أنت بدك تسويها تشوف الماركت، تشوف المنافسين تبعيتك بالمجال اللي أنت بدك تفتح فيه او بدك تشتغل فيه، شو الشيء اللي مو مسوينه وتسويه، عرفت شو الشيء اللي قليل منه او شو الشيء اللي انه المنافسة رح تكون فيه قليلة ما رح تكون فيه كتير منافسة. يعني لانه اذا بدك تفوت انت بشيء 100 واحد تاني عم بيسويه وفايت انت من اول نص صفر مبلش، يعني وهن صار لهم سنين مثلا ايامات وميزانيات كبيرة كذا، فقبل من واحد ما رح يمشي الحال وبالنهاية رح تحبط ورح تقول شو فوتني هالفوتة. فلا قبل الواحد يدرس السوق أو وين شو هي الفئة المستهدفة تبعيتك بالنشاط تبعك بالمشروع تبعك بالمنتج تبعك، وعلى أساسه أنت بتقيم وبتشوف. فإذا أخذت بالأسباب خلينا نقول وكان عندك خطوة، وطبعا أي مشروع فيه الريسكو فيه المجال المخاطرة، فهذا مجال الهامش المخاطرة أنت بتكون حاسبه بتكون ساند حالك. بحيث مثلا إذا بتتذكر قبل سنتين أيامات الكورونا في كتير شركات سكرت، شركات صغيرة سكرت لأنه ما عندها الدعم أو المجال إنه تواصل الشغل تبعها بظل ظروف صعبة مثل الكورونا. نحن ما بنقول راح يصير كورونا تاني بس انه الواحد يكون حاطط هامش للمخاطرة، انه اذا صار شيء تضلك ساند حالك لبين ما يخلص
هالشيء المعين هذا. هيك بشكل عام. حلو كثير هذا الحكي. طيب هلا احنا عندنا في طلاب وعندنا حتى خريجين بيحبوا يشتغلوا بموضوع العمل التطوعي وبيشتغلوا حابين يحصلوا على وظيفة بالمنظمة كعمل. شو بتقدم لي النصيحة؟ هلا من خلال تجربتي الشخصية، يعني أنا كل شغل إن كان بسوريا ولا إن كان هون حصلت عليه عن طريق عمل تطوعي. يعني أنا بسوريا أول ما بلشت كمتطوع على الهلال الأحمر فلسطين. أول شيء كنا نطلع نعمل نشاطات للأطفال وللعوائل اللي كانوا بمخيم التنف اللي على الحدود ما بين سوريا والعراق. لا هم مسموحين يفوتوا لهم ولا مسموحين يرجعوا. فالمفوضية عملت لهم كامبات بهالمنطقة هاي، فكنا نحن نطلع كل أسبوع لهناك نعملهم نشاط. فمن هناك يعني هاي الخبرة اللي أخذتها خلال سن زمان هي اللي أعطتني وخلتني أخذ أول وظيفة بالمجال المنظمات. فبلشت كفاسيليتيتر، كمدرب خلينا نقول للأطفال، كمان منشط للأطفال، نشاطات الأطفال، وبعدين صرت يعني تطور الواحد بالمجال الوظيفي. وطبعا هاي الخبرة كلها عم تتراكم، فالخبرات هاي اللي عم تتراكم هي اللي خلتني فتحت لي كمان باب إني أشتغل بالأمم المتحدة. يعني بلشت مع الأنور وأول إشي، بعدين اليونيسف، بعدين اليونيسيار، لحتى صرت مدير مركز باليونيسيار، وبعدين نقلت طلعت من سوريا لهون. كمان بلشت كمتطوع بالفريفلي بالمارتنن يولي ماركادا، ومن هناك انت عملت شبكة علاقات. يعني انت هون جاي على بلد جديد ما لك حدا فيه، بدك خبرة، بدك شبكة علاقات، وبدك ناس هي تكون ريفرنس لإلك. فانت عن طريق العمل التطوعي فينك تأمن هذا الشيء، ومنه انت بتفهم نظام العمل. لأنه العمل التطوعي هون بدنا مثل ما حكينا انه شوي له اهميه كثير كبيره. يعني فمن خلال العمل التطوعي انت هذا تحصل على كل هاي الفوائد. صح ما تحصل على مصاري، بس المصاري انت راح تحصلها لاحقا لما تاخذ الشغل. فانا بنصح اي خريجين جداد مثلا او طلاب او اي حدا عنده شغل او ما عنده شغل بالنهاية، انه يشتغل يشوف شو المنظمات التطوعية لمنطقته اللي بالبلد تبعه، ويشوف حسب هو شو هواياته. يعني ما ضروري تشتغل بشغلة انت مالك مهتم فيها، لا، في جمعيات لكل اشي، ابتداء من النباتات والطبيعة والعناية بالحيوان والكذا، لحد يعني مثل شو بيقولوا لهم الستير، مجلس البلدية، انت فينك تكون متطوع فيه، كأنك تقعد مع مجلس البلدية كمتطوع وتساهم بسن قوانين مثلا تساعد هالمهاجرين او اللاجئين. فما بينهما في كتير منظمات. يعني مثلا احنا هون بالنيرج فوق في تقريبا فوق 4000 منظمة تطوعية هاي بكل الاختصاصات وبكل المجالات. فشوف شو الشيء اللي بناسبك، الشيء اللي انت عندك هواية فيه هاي، وروح اتطوع، تعرف على الناس، منه بتمارس اللغة، منه بتحصل على ريفرنسة اللي هو مطلوب. يعني مهم جدا انت بالنسبة لك هون بالنرويج. صحيح. فهاي نصيحتي لأي حدا جديد جاي على بلد جديد. يعني احنا ما بنحكي بس عن النرويج، على أي بلد انت رايح فيه جديد مثلا ممكن تلاقي هاي الخيارات الموجودة. عندك أي رسالة حابب توجهها لمتابعين الموسوعة الهندسية؟ هي الرسالة مو بس للمتابعين الموسوعة الهندسية، الرسالة للكل. يعني أي حدا عنده فكرة،
أي حدا عنده بذرة لفكرة وشايف إنه هاي البذرة ممكن بالمستقبل تصير نبتة، تصير شجرة وتثمر هاي الشجرة، لا تتردد ولا تقول لأ فكرة غبية، لأ ما بتزبط، لأ في صعوبة. يعني لا تحكم على شيء بالنهاية قبل ما أنت تبلش فيه أو تباشر فيه، لأنه أنت ما بتعرف شو بصير معك. فأي حدا عنده مشروع هاي باشر فيه، خذ بالأسباب، اعمل دراسة الجدوى، اشتغل اللي عليك واتكل على الله وامشي. بلش مشي، شيء طبيعي انه الواحد يلاقي صعوبات بالبداية، خصيصا بأي تأسيس أي مشروع أو أي فكرة بالبداية في صعوبات قولا واحدا. بس إذا كنت أنت شاطر ومثلا عندك جروب اللي أنت عم تشتغل معاهم قادرين أنه تجتازوا هالصعوبات هاي، فهي بتكون مرحلة مؤقتة يعني فعليا. ف never give up يعني هاي لازم الواحد يضله يحاول يحاول لحتى ينجح. أستاذ طارق، حابب أتشكرك على الاستضافة الحلوة، وحابب أتشكرك لدعمك لنا، وإن شاء الله رح تكون في أعمال جاي وتكون أعمال يعني قيمة وتقدم شيء للبلد اللي نحن موجودين فيه. بتشكر وقوفك جنبنا من لحظة التأسيس، من وقت اللي كنا ملف وورد لحد ما صرنا هلك موقع ويوتيوب وبيع وشراء سمو وصلنا لعند سكات هلك. أيوة قبل سكات تماما. بتشكرك وبتشكر الاستضافة الحلوة ونلتقي إن شاء الله. إن شاء الله، وشكرا لكم، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح الدائم.